معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من برلين الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي ألامي. مرحبا بك سيد محمد. إذا بعد أن اعترف مسؤولون في هيئة المنافذ الحدودية بتحويل معبر مندلي إلى منفذ لتهريب الأسلحة والمخدرات من إيران، كيف ترى دور الحكومة في وصول المعبر لهذه الحال؟ تحية طيبة لك سيدي والمشاهدين الكرام. حياك الله. حقيقة سيدي الكلام ليس بالجديد، طبعا هذه الاتهامات وجهت الى هذه الميليشيات الحشد الشعبي الموجودة في تلك المنطقة منذ سنوات. الحكومة رفضت هذه الاتهامات وفندتها، ولم تكن تقبل بالتحقيق، ولم تكن تقبل بأن توجه أي اتهامات لميليشيات الحشد الشعبي. الأهالي نادوا، هنالك الكثير من التقارير، هنالك تقارير منظمات دولية عن أن هذه الميليشيات تستخدم هذا المنفذ لتجارة السلاح والمخدرات والعملة الصعبة إلى إيران. اليوم نجد بأن هذه الاتهامات أصبحت اليوم واقعا، وهذه الحكومة اعترفت بعد أن وجدت هنالك عوامل عدة. من هذه العوامل أولا هي فقدت السيطرة الكاملة على هذا المنفذ ميليشيات الحشد الشعبي، تحديدا بدر وحزب الله هي كانت موجودة في هذه وسيطرت على هذا المنفذ، وأصبح المنفذ تقريبا تابع لها بشكل كلي. الحكومة فقدت السيطرة ولم تستطيع أن تستعيدها. والفقرة الثانية بأنه هنالك ضغوط خارجية، بأن هنالك لجان اليوم تتابع الواقع العراقي، نوع العلاقات ما بين العراق وإيران، وخصوصا هذه المنافذ، ووجدت بأن هنالك خروقات للعقوبات الأمريكية، بالتأكيد ضغطت على الحكومة. لولا هذه الضغوط ولولا هذه الحقيقة لما وجدنا الحكومة اليوم تعترف هذا الاعتراف الصريح. يعني برأيك هل هو إخفاق حكومي في حماية المنافذ الحدودية وخاصة المشتركة مع إيران، أم هو تواطؤ؟ يعني هو كلاهما سيدي، بالتأكيد هو تواطؤ، لكن عندما تصل المرحلة إلى الضغوط الأمريكية كما حدث قبل أيام في سهل نينوى، الأمريكان ضغطوا باتجاه إخراج فصيل معين من الحشد الشعبي، حاولت هذه الحكومة أن تخرجه لكنها فشلت. فاليوم هنالك الفشل مركب ومضاعف، انه هي اصلا متواطئه، وان حصل هنالك محاولات فالمحاولات تفشل بالتاكيد. طبعا نحن اليوم نتحدث عن هذا المنفذ، وربما ما بين تجد ان هنالك 12 منفذ ما بين العراق وايران، ثلاثه منها في داخل اقليم كردستان وتسعه داخل مسيطره على الحكومه المركزيه. قد تكون هنالك طبعا بالتاكيد اذا هذه الميليشيات هي موجوده ومنتشره في هذه المنافذ، فبالتأكيد إذا كان هنالك يحدث نفس الأعمال التي تحدث في منفذ مندلي سنشهد في الأيام القادمة أيضا قرارات بهذا الاتجاه في منافذ أخرى. ولكن ما الأمر الذي اضطر الحكومة لاتخاذ قرار الإغلاق دون حتى إبداء الأسباب التي تقف وراء هذا القرار؟ يعني سيدي، أولا هي الحكومة اليوم ليست محرجة، ولكنها لا تريد أن تفصح عن الحقيقة أن هذا المنفذ يستخدم لتجارة المخدرات، المواد الغذائية المسرطنة، تجارة السلاح. طبعا منفذ من أكبر المنافذ الذي تدخل منه العملة الصعبة إلى إيران، وهذا المنفذ استخدم لما يسمى خط الحرير، عبور السلاح إلى طريق الحرير. طريق الحرير عبور السلاح. طبعا هو أكبر منفذ. هذا المنفذ أيضا استخدم للسيطرة على المناطق التي المحافظات المنتفضة ضد الحكومة وضد السياسات الإيرانية، هو الأقرب لها. فبالتأكيد هذه الحكومة اليوم لا تريد أن تصرح بهذه الحقائق، اكتفت بإعلان أنها أغلقته. طبعا هنالك تسريبات أن ميليشيات الحشد الشعبي فتحت منفذ غير رسمي طبعا في محور ديالة، لكن بالتأكيد يبقى أنه السبب الأساسي نستطيع أن نقول أنه المعلومات طبعا تسربت إلى الشارع العراقي وإلى الرأي العام. نعم. وثانيا بالتأكيد أن هنالك ضغوط خارجية اليوم، خصوصا ما بين اليوم المواجهة الأمريكية الإيرانية. شكرا جزيلا لك من برلين الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي.